لا ما يصير يعني هيك قانونك هذه البطولة الأولى يكون في العراق رسمية ومعترفة من قبل الاتحاد الدولي بمشاركة 9 منتخبات 4 في أربيل و5 في كربلاء. الأول في مجموعة أربيل يلاقي الأول في مجموعة كربلاء. في كربلاء يكون مباراة النهائية يوم 14 من هذا الشهر. المؤتمر مغلق. صحفي عادي كان هناك اتفاق في اتحاد غرب آسيا نتيجة توصية مدراء الفرق للمنتخبات أن تقام هذه البطولة قبل تصفيات كأس عالم وبهذا الوقت بالذات للاستفادة الفنية كون كل فريق لا يلعب على الأقل 3 إلى 4 مباريات.